مرح جبر وكاظم غيزو غيزو غيزو. هلا هو رح يدافع عنك كمان؟ لا هو اجى بس كوسيله توضيحيه بس. صديقتي من عمان جمانة بركات هي اللي رح ترد على اسئلتكم اتهاماتكم. المحاميه جمانة نعم. بركات يعني هي اللي هي دراسات بالعلوم الانسانيه. استاذه جمانة مساء الخير. اهلا مساء الخير، كيف الحال؟ هلا كيفكم؟ والله تمام، كيف الامور معكم؟ والله سلام خاص للحلة الجديدة التي يظهر بها برنامج آدم ومقدمي برنامج آدم. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. جمانة، احنا اليوم عندنا ثلاث تهم لمرح، وانت اخترتي انك تكوني محامي دفاع، فان شاء الله انك تحسني الدفاع عنها. يلا جمانة الله يقويكي. يلا ان شاء الله مروحة. لانه باب الزنزانة مفتوح فيا يتسكر. هلا برأيك ما راح تستسلم وبتعترف يعني بالضعف وبتفتقد للطموح؟ تفتقد للطموح يعني من الممكن أنها تبدو كذلك، ولكن هذا يرجع لإدارة العمل الفني. يعني ممكن يكون عند مرح شوية تقصير في إدارة عملها الفني، يعني وأعتقد أنه إدارة العمل الفني موهبة منفصلة عن مهنتها كفنانة. ربما أنه عليها أن تستعين بإدارة مستقلة ترصد الواقع الفني، وكون مهنة بتعرف مهنة الفنان يعني بدها مجهود كتير كبير، والتواصل مع الناس في حساسية خاصة. فيمكن هذا يخل قليلا من التركيز في الإدارة، وهي على فكرة يعني هي تخجل من المبادرة المهنية على فكرة. هي مبادرة إنسانية قوية كتير، يعني هي ما في إشكال في الطموح، بالعكس هي فنانة طموحة جدا. بس يعني هلا إدارة العمل الفني هي موضوع خاص، وأعتقد أنه هو المسؤول عن أنها تبدو تفتقد للطموح. طيب برأيك كصديقة، هل تشوفي أنه مرح جبر بتخاف من آدم؟ تخاف من آدم، هي تبدو كذلك أيضا، يعني تبدو كذلك أيضا. نعم. ولكن هناك سبب على فكرة، يعني هناك سبب يعني بيخليها أنه شكلها أنه خايفة من آدم، لأنه هي لا تهوى الصراع مع آدم. وطبيعة العلاقة مع آدم يعني بالشكل التقليدي أو المفهوم التقليدي، هناك صراع بين الرجل والمرأة، يعني يجب أن تعي المرأة دورها في هذا الصراع. ما راح أعتقد أنها تهوى التواصل، ولكن على مستويات أسمى من الصراع التقليدي. هلأ أنت يعني إحنا لسه الصراع بين الرجل والمرأة قائم، وهو هذا الشكل التقليدي للعلاقة. بس مش لدرجة أنه الواحد يستسلم من البداية ويقول أنا بخاف من الطلاق فما بدي أدخل في الصراع. يعني الصراع هو كمان هو الصراع، إذا بدك التواصل جزء من هالصراع، يعني الموجود صحيح الأزلي صحيح. اللي ما راح يتغير، راح يضل موجود، لأنه كل إنسان كل جيل بحب يجرب هو يتعلم من تجربته الخاصة، قد ما بيحاولوا يوصلوا لنا الثقافة، يوصلوا يعني التجربة لكل جيل، بضل الجيل بده يجرب. يعني بس بيقولوا اللي بيطلب الأفضل يعني بيحصل عليه. ماشي، بس أنت الأفضل إنك ما تتجوز لما تتطلقي. لا يعني ممكن الشخص اللي عم دور عليه إن شاء الله بالمستقبل يعني إنه يكون موجود إن شاء الله. يعني هو أهم شغلة عندك إنه يعطيك الأمان. أنت تطلبي إنه يعطيك الأمان، بعد كذا تقولي إن شاء الله إنه راح أتزوج، صح ولا لا؟ الأمان، نتكل على الله، نتكل على الله ونشوف الموضوع. التهمة الثالثة أخ جمانة، مرح متهمة بأنها طفلة بجسد امرأة، وهذا الكلام عن لسانها. فأنت شو رأيك؟ هلأ هي فيها طفولة فعلا، بس يعني أعود إلى قول أنها تبدو كذلك لأنها ليست استعراضية بطبيعتها. يعني هي الاستعراض بفنها وكونها فنانة يعني على الشاشة، يعني فعلا يعني هلا انا بدي اقول لك، انا كاردنيه وكمشاهده وارصد العمل الفني، انا كثير كنت حاببتها كفنانه قبل ما اتعرف عليها كانسانه. احنا حتى بالاردن بنحسها انه هي اردنيه، ما بنحسها منفصله عن كونها اردنيه، ما بنحسها مصنفه. انا اعتقد هو هي عفوا هي تقصد انها الحاله النفسيه، يعني نفسيتها مهما زعلتها لدرجه انها يعني بتستعين ب تعرف كاظم طبعا. طبعا موجود معنا في الاستديو يعني. عرفت بعد فوق الشجرة اللي في الغرفة تبعتها، فوق الشجرة فوق الشجرة كمان الشجرة. طيب أنت يبدو كذلك أنه كل شيء، كل التهم اللي موجهة لمرح كلها يبدو كذلك بالنسبة لك، أنه هيك هي يعني والله لا شكلي طلعت براءة. لا هي براءة مين؟ هي بدها تقول تبدو كذلك، يعني أنه كل شيء حكيناه أنه
يعني الواضح انه هيك بس كذا. الدفين هو شيء ثاني اكيد بالضبط يعني احسنت فعلا انا اقصد ذلك انا بس اشوف هذا كاظم بالله صوره تذكاريه مع كاظم والله أربعة في ستة هو احنا لازم نشكر كاظم كاظم غيزو على وجوده معنا اليوم شكرا أبطال سلم عليه بس يعني أشكرك سلم عليه الله يعينك والله ديس كلوز شوف من كثر المشاكل اللي بتعطيها احول اعطيك الصحه والعافيه مره اخ جمالة شكرا جزيلا اعطيك الصحه والعافيه شكرا جمالة مره على خير باي باي وتصبح خير شكرا جزيلا مره في الاخير في الاخير في الاخير الحكم هو للجمهور الحكم لك انت بس عندنا نقول لك هذه التهم الثلاثه بجد حاولي تراجعي نفسك اكيد انا هلا بمرحله مختلفه يعني في تغيير فان شاء الله السنه الجايه لما برجع لعنكم بتشوفوا التغيير ان شاء الله واصحابه ها؟ كاظم والجاجة والجاجة ان شاء الله وعد ما راح جمر شكرا جزيلا يلا كيف كانت المواجهة مع آدم؟ والله كانت كثير مهمة ومفيدة بالنسبة إلي كمان، يعني أنا وصلت لهم فكرة وهم وصلوا لي فكرة، وأكيد أنا بستفيد منها.